امبارح كان حفل توزيع جوائز جويا ووردز ولا اللافندر كاربت فيه فساتين كتيره قوي. تعالوا نبص عليها. هنبدا مع اللي عجبوني. اول صاله عجبتني كانت كريس بشاره. الفستان كان حلو قوي وشيك ومختلف جدا، شكلها كان ملكي بزياده. الفستان كان عباره عن وان شولدر وكان نص ياقه كده، ومن الجنب كان فيه بروش كبير حلو قوي كان لايق عليها. شعرها كمان كان مختلف وجميل قوي. مي عمر كمان كانت لابسه فستان اسود كان حلو قوي ولايق عليها. تصميمه كمان كان مناسب ليها ومبين نشاقتها قوي. الاكمام كانت مظبوطه، بس اتمنى مي عمر تغير شعرها شويه. نانسي عجرم كانت لابسه فستان من إلي صعب. نانسي وإلي بيتعاونوا مع بعض كتير. الفستان امبارح شفنا حاجات شبهه عليها قبل كده بس كان شكله مختلف عليها. هي كانت شكلها بتلمع بزياده امبارح قوي، كانت مناسبه قوي ليها وشعرها كمان كان حلو. مقدمه الحفل فاليري بوشقره كانت لابسه فستانين، الاول على لافندر كاربت كان الفيرزاتشي. الفستان تحسه كان تحتيه توب كارينا، بس هو كان شكله كده اصلا ما لعبتش فيه خالص. الفستان عليها هي احلى من الموديل، كان شكلها حلو جدا. اما بقى الفستان اللي كان جوه الحفله كان برده من فيرزاتشي، معمول مخصوص لفاليري. الفستان كان حلو رغم ان هو لمعته تحسها شويه قلبه على زهير مراد، بس كان شكله على فاليري حلو. هي طويله وجسمها جميل فكان مناسب قوي ليها. شيرين رضا كانت لابسه امبارح مختلف تماما، الوحيده كانت لابسه بدله امبارح. البدله الجالي شكلها لطيف جدا عليها، شعرها اللي كان حلو قوي كان مناسب جدا على البدله. كنت اتمنى بس شويه مجوهرات تبين او لون موج يبقى فاقع شويه عن كده، بس كانت شكلها حلو قوي. بونبونات الحفل صوفيا فيرجارا امبارح كانت لابسه فستان حلو جدا، بسيط اسود وبيلمع، كان شكله جميل قوي عليه. رغم ان ديميت اوزميري امبارح ما كانش ليها اي ظهور غير على لافندر كاربت بس فستانها كان حلو ولفت الانتباه قوي ليه. بسنت شوقي بقى لها فتره متالقه، اختياراتها كلها مظبوطه جدا. امبارح كانت لابسه فستان بيلمع فضي كان حلو عليها ومناسب لجسمها جدا، بس شعرها شويه فكرني بكيم كارداشيان. وفاء الكيلاني ظهورها قليل قوي فلما بتظهر لازم تعمل فرق. وفاء كانت لابسه امبارح فستان اسود في السيف سايد جدا، بس كان مناسب ليها وحلو قوي عليها. شعرها زي ما هو زي ما اتعودنا عليه، ما كانش فيه جديد بس ظهورها كان وحشنا قوي. هند صبري ده اللي اتقال عليه فعلا القالب غالب. هند صبري كانت لابسه فستان بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، شغل على الاكمام وعلى الرقبه بس كان حلو جدا ومناسب ليها قوي. طبعا مبارك كانت لابسه امبارح سوت كده او يعني توب وبنطلون ابيض، كان شكلهم عادي جدا سامبل قوي بس كان مناسب ليها جدا. كان شكلها مختلف على اللافندر كاربت، في وسط ما كلهم لابسين ريش وبيلمع كانت هي شكلها سامبل قوي. رانيا يوسف كمان كانت لابسه فستان اسود مخملي او قطيفه زي ما بنقول، كان الشغل على الرقبه بس. رانيا قوامها غلاب برده، كانت لابسه فستان بسيط جدا بس عليها كان حلو قوي. معين السايد كمان كانت لابسه فستان دلوع كده شبهها شويه وكان مناسب ليها قوي من تصميم رامي قاضي. الحلو في معين ان هي بقت تعرف تلبس اللي يناسب سنها كويس قوي، الفستان كان لايق عليها جدا وعلى سنها كمان. نور الغندور كمان كانت لابسه فستان احمر خطير كان بيلمع وحلو عليها قوي، كمان اضافت له لمسه كلاسيكيه بالفرير الابيض كان شكلها حلو جدا في الاخر. اما اللي ما عجبونيش تبدا مع ياسمين صبري، كانت لابسه فستان من نيكولا جبران. الفستان كان لونه بهتان قوي على ياسمين، شكل بشرتها كمان ما كانتش حلوه وما كانتش الميك اب مظبوط، كان فيها دهون باينه او زيت باينه على كل الصور عليها، وكمان الفستان كان معرض اكتافها قوي، شعرها ما كانش فيه اي اختلاف عن كل مره بنشوفها فيه. نجوى كرم كانت لابسه فستان من جاسميكو، الفستان لوحده كان مقبول بس مش على نجوى كرم، يعني شمس الاغنيه العربيه حسها محتاجه فستان وقور عن كده اكتر، هو كان مناسب ليها جدا، على قوامها كان مظبوط قوي. حركة الأكمام والريش اللي كانت فيه كان مظبوط مع طول فستانها، كان حلو قوي، كانت كله على بعضه كده متناسق جدا، بس كنت حاسه ان لا مش دي نجوى كرم اللي انا عارفاها يعني. أصالة أنا بصراحة ما كنتش فاهمة هي لابسة إيه بالظبط، يعني أنا مش فاهمة هو نص كم وتحتيه جلافز طويل ولا هو كان فيه كات أوت عند الكم، ما كانش واضح قوي، ما عجبنيش بس فيه العقد كان كبير قوي، بس كان في الآخر اللوك لايق عليها بس مش مفهوم هي لابسة إيه بالظبط. فوسي شلبي كانت لابسة فستان أزرق ملكي قوي، الفستان كان تقيل على فوسي وكمان الريش اللي كان تحت كان كتير قوي مع اللي بيلمع فوق، فكان في الاخر شكلها زحمه قوي مش مناسب ليها خالص. ديما قندلفت كانت لابسه فستان فيه ريش من الجنب كان شكله كتير قوي، كان شكل الفستان عليها رغم ان هو ابيض بس كان مبالغ فيه قوي، ما كانش حلو على ديما خالص، كانت محتاجه حاجه ابسط من كده زي ما اتعودنا عليه. انغام كانت لابسه فستان شفناها قبل كده على اسيل عمران، يمكن دي المشكله ان هو كان على اسيل احلى بكتير، على انغام كان شكله متخنها شويه وما كانش مناسب ليها خالص، كمان كان مكرر موضوع الريش اللي فوق ده كان منتشر قوي في الحفله امبارح، وانغام كمان ظهرت دي قبل كده فكنت حاسه انه مش جديده عليها خالص. ماجي بغصن فستان من تصميم رامي قاضي، الفستان كان شفاف كنت حاساه اوفر شويه امبارح عليها في حفله لسه بنشوف ايه الموضوع في السعوديه وبتاع، فيعني حاساه كان مفتوح بزياده عليها قوي. لونه كان لطيف وحلو، لطيفه بتصميم من كريستيان ديور، يعني انا مش عارفه بصراحه هي ما كانتش فاهمه ان هي لافندر كاربت يعني ريد كاربت او كان في مشكله، الطقم كان عادي قوي كان ينفع اروح بيه اي عشاء او اي غدا كمان حتى مش سواري، فما كانش مناسب خالص الحفله دي. مرهان حسين كانت لابسه فستان بيلمع وفي ريش، الفستان نفسه تقيل قوي وريتش عليها جدا، شعرها كمان كان مبالغ فيه مع الميك اب كان تقيل قوي، كنت حاسه بفايبس خليجي كده مش مناسبه لمرهان حسين خالص. كان في بقى كام لوك محيرين كده اللي هم حلوين بس لو كان مش عارف ايه كان هيبقى احلى، زي لوك منى زكي، الفستان كان حلو جدا من عز الدين عليا، فستان تقيل وريتش قوي، بس على منى حاساه مقصرها شويه كمان مع شعرها مش مديها اي طول ورقبتها قصيره،
كنت حاسه ان في مشكله في منى والفستان مع بعض، بس الفستان نفسه حلو قوي. يسرى كانت لابسه فستان من جورج حبيقه، يحسب له ان هو ده لون السنه دي، اللون ده موضه السنه طول السنه معانا مكمل زي الفل. الفستان نفسه على يسرى كنت حاساه مكرر، كنت حاساه مش مظبوط، محتاج تاتش كده تبينه اكتر من كده شويه. نادين سيبن جيم اخيرا خرجت بره اطار زهير مراد، الفستان مش مطرز، الفستان بسيط قوي ومرماد وحلو عليها جدا، بس الفستان لوحده حاساه مش مظبوط، يعني هو الفتحه اللي في عند البطن حاساه كان تيور، بس هو فستان فكان ملخبط شويه. اتمنى ان هي تروعي ده المره الجايه. الهام شهيد كانت لابسه نفس الفستان ده من 5 سنين في مهرجان القاهره، حاسه الفستان كان عليها اظبط ساعتها، دلوقتي هي تخنانه شويه فما كانش مناسب ليها شويتين ثلاثه كده. مايا دياب كانت لابسه فستان بيلمع، الفساتين دي شفناها عليها كتير قبل كده، هي دايما بتختار اي حاجه اتش دي وشكلها غريب، حتى غطا الراس ما كانتش جديده عليها شفناها قبل كده، بس برضه ستيل وهي ظهورها على الريد كاربت او اللافندر كاربت بيخطف. ببقى استنيه اشوف هي عامله ايه، كانت شكلها حلو عليها بس شفناها قبل كده مكرر، بس كانت حلوه برضه. كده خلصت، اشوفكم الحلقه الجايه.